الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم القصر في السفر اليسير؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن المعلوم أن السفر قد رتبت الشريعة عليه جملا من الأحكام الشرعية، وعلق الشارع هذه الأحكام بمسمى السفر، فعلة هذه الأحكام التي تثبت بثبوتها هي السفر. فمتى ما دخل الإنسان في مسمى المسافر فإنه تثبت له هذه الأحكام، ومن لم يدخل في مسمى المسافر فإنه لا تثبت له هذه الأحكام. فإذا ثبتت العلة وهي السفر ثبتت هذه الأحكام، وإذا انتفت العلة وهي السفر انتفت هذه الأحكام. ولا فرق بين قصير السفر وطويله، وإنما المهم دخول الإنسان في مسمى المسافر وقطعه المسافة التي يسمى من قطعها مسافرا. ومرد معرفة هذه المسافة في أصح قولي أهل العلم إنما هي العرف، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم الشرعي إذا لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة فإنه يعرف حده بالعرف، ولأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. فإذا دخل الإنسان في مسمى المسافر فيثبت له جميع أحكام السفر من غير تفريق بين طويل السفر وقصيره في أصح قولي أهل العلم، لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فإذا كان الإنسان سيسافر مسيرة 3 ساعات فإنه بهذا السفر يدخل في مسمى المسافر وتثبت له جميع أحكام السفر. هو كمثل من سيقطع في سفره 3 أيام، فإذا طويل السفر وقصيره سواء باعتبار ترتب أحكام السفر لثبوت العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله أعلم.